قرار رفض؟ كان لازم تعرفي قبل ما تبعت الصور لإلهام إن دي هتكون النتيجة. صور إيه؟ إحنا صورنا وصلت لإلهام؟ راجل أنت فعلا بتشك إن أنا اللي بعت الصور لإلهام؟ هيكون من غيرك يعني. لو حد عايز يبتزني كان زمانه كلمني وطلب فلوس أو أي حاجة. أنا قعدت أكدب نفسي كتير وأقول معقولة بسنا بالغباوة دي، بس للأسف ما عرفتيش تلعبيها صح. راجي انت بتظلمني، انا فعلا ما بعتش حاجه، انا ليه اصلا هعمل كده؟ عشان تجبريني على علاقتنا او اتجوزك. انت فاكر ان انا ممكن اضحي بكل اللي بنيته السنين اللي فاتت واسيبه يضيع مني كده؟ لكن تقدر تسيبني، تقدر تضحي بالسنين اللي ما بيننا عادي، حاجات عاديه يعني ممكن تعوضها مش كده؟ راجي انا مش عايزاك تعلن علاقتنا، أنا مش عايزة حاجة غير إننا نفضل مع بعض. أنا فعلا ما أقدرش أعيش من غيرك. إحنا كنا مع بعض وإنت اللي بوظت كل حاجة. المصيبة اللي إنت حطيتيني فيها دي ما سابتليش أي اختيارات. طب ما أنا كمان ما كانش قدامي أي اختيارات يوم ما سبت كل فرصة للجواز والخلفة عشان بس أفضل جنبك. لو سمحتي تسيب المكتب النهاردة. مش انا اللي بعت الصور، انا بحبك قوي ما اقدرش اعيش من غيرك، ارجوك ما تبعدش عني. محتاجين امنة حضرتك على الورق ده. انت ايه اللي جابك؟ جاي عشان شغلي. ما تخرجنيش عن شعوري، ما تخلينيش اعمل معاك اجراء هرجع اندم عليه. انت بتهددني يا راجي؟ انا مش مصدق اني هنت عليك قوي كده. انت اللي حطيتيني في الورطه دي ومش من حقك تلوميني. ماشي يا راجي، اوعدك اني من اللحظه دي هبطل الومك، واوعدك كمان اني هجيبك لحد عندي عشان بس تطلب اني اسامحك. مع السلامة يا مستر راجي.